تكبر، ماذا بعدونك؟ ماذا فشل؟ ماذا خسر؟ بعدونك؟ هربوا يا شباب، طاب العلم طاب. ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا، ما حدا لحدا. عنوان كتاب من تأليفي الخاص يا أخوان. هالكتاب عم بستعرض فيه خلاصة الفكر الإنساني وفلسفة العالم وتاريخ كرة القدم من تأليفي الخاص يا صبايا، من تأليفي الخاص يا شباب. لحقوا حالكن هلأ، بتقولوا كان هون. ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا، ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا، ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا، ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا. عنوان كتابي الجديد، لحقوا حالكن قبل ما يصير فيكن. يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب، ما حدا لحدا. تعي نشتري هالكتاب وفاء، هلا من كل عقلك عم تحكي. طيب شو عليه، خلينا نسلى شوية. تعي الله يخليك. شو بالظاهر ملاقي مصاريكي بالارض حتى تحطين على هالمجنون؟ هلا لا تقبضيها جد انتي التانية. خلينا نتسلى انا واخواتي بالسهرة ونحن عم نقرا كتاب. وتعي الله يخليك. ما بعرف، الرزق الهبل على المجانين. ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا. أبو نعم. لو سمحت ممكن تعطينا نسخة؟ عمير معروف. تكرم عينك يا أحلى من ضي عيوني. تفضلي. ها مزبوط، وهي رح طبش لك ياهن بوصفة لتعليم الملوخية المصرية. كتاب شامل حاصد، ما حدا لحدا، شعر ومعر، فلسفة وملسفة، بعشر ليرات بس. قرب يا حبيبي قرب. طاب العسل طاب، العلم طاب يا شباب. قرب وقرا شو رح يصير بالعالم عام 2005، وتعرف على أسباب فشل العلاقات الزوجية وأحدث طرق تركيب الساتلايت. كل هالشي بكتاب واحد. ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا، ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا. عنوان كتاب من تأليفي الخاص ياهو. مرحبا بالفوز. أهلين وسهلين. شو بديش تكتب اليوم؟ بعشر ليرات أبو الفوز، ما بيخش حدا، السعر محدود والعتب مرفوع والدين ممنوع. وليش هيك غالي أبو الفوز؟ منين غالي؟ عرنوس الدرع صار حقه 15 ليرة. ما حدا يا حدا يا حبيبي، ما حدا لحدا. طيب ما بدك تراعينا شوي أبو الفوز؟ بالفكر والسياسة ما في مفاصلة. ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا. هات 10 ليرات خلصني، هات، وأنا من جهتي رح طبش لك ياهور. وهي قصيدة على البيعة. شرف، هاي 10 ليرات. شكرا يا حبيبي، إديمك لشبابك. رح تدعي لي كتير على الكتاب، لأنه رح يغير نظرتك للعالم ويقلب لك حياتك فوقاني تحتاني. ما حدا لحدا يا حبيبي. قرب يا جاهل قرب، يا طلطميس قرب. دواك عندي، مع كل كتاب هدية قيمة وقصيدة جديدة من تأليفي الخاص بدون تفعيلة وبتفعيلة وبلا آفية. قرب يا هو قرب، كتاب وقصيدة بعشر ليرات يا إخوان، يا بلاش. سولد أوكازيون، عرض خاص لشهرين بس. اترقبوا صدور ديوان شعري. ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا، ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا. طاب الشوندر طاب، العلم أطيب من الشوندر يا شباب. قريبا في الأسواق. ما حدا لحدا يا حبيبي،
يلي مخهم طمس يتفضل لعندي. يلي فيوزاته مضروبة بدماغه اجاك الفرج ياهو. ما حدا لحدا يا حبيبي. اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا صبايا، اسمعوا آخر تطوير وتحديث لقصيدة نزار. زيديني هبلا زيديني، يا أحلى نوبات جنوني، يا أغبى امرأة بين نساء الأرض، عيفيني. إن كنت تحبين السكنة أسكنتك في ركن الديني. ما صار أبو الفوز؟ نغنية. أعلى عيني يا حبيبي، أعلى عيني ومن ثم راسي يا روحي. حمامة سودة طجت طجت فوق فوق راسي، حمامة سودة طجت طجت فوق فوق راسي، حمامة سودة يا حمامة. شو رايك يا مستر؟ مناسب كتير، يعني بيشتغل معنا؟ ايه بيتدبر ولا يهمك. لك ايه فهمت، يعني خرط مشطار. من كل المجانين اللي شفناهم برأيي هذا احسن واحد. ماشي، وانا هيك عم اقول. حدا لحدا فتح جديد من فتوحات الشعر العربي، انتصار كاسح لقصيدة التفعيلة على قصيدة النسر، رؤية كاملة للإرهاصات السياسية وانكسارات الإنسان العربي المعاصر. معك حق يا سيدي، وأكثر من هيك كمان. عفوا بس ليش عم تاخدوا وتعطوا معي انتو؟ أنا ما تعرفت على الشباب لسا. أبو الفوز تفضل معنا تفضل. لحظة لأضرب فرام. اضرب فرام سيدي. ما حدا لحدا، ما حدا لحدا يا هو. تفضل عود. ابو الفوز انا اسمي شهير والاخ اسمه شاهر. يعني انتو من جمهوري؟ نحن مو بس من جمهورك، نحن من المهووسين بشعرك ومن المطرمخين بادبك وعبقريتك. يا سلام يا سلام على القصيده اللي بتقول فيها أقلي علي النقة يا ابنة مالك. صحيح، بس يا خسارة لطشة مني عروة ابن الورد. لك الله لا يسامحك يا عروة ابن الورد على هالعملة. تعرف أنا لو محلك شو بعمل؟ كنت نترته دعوة بالمحكمة جبت أجله فيها. ما كده شي، بس أنا مو حابب أعمل شوشرة. يا سلام يا سلام على هالتواضع. على فكرة أستاذ أبو الفوز، أنت ما لازم نسميك شاعر. شو بدكم سموني لكان؟ انت سفير، سفير الشعر والادب العربي، ونحن يا سعاده السفير بيسرنا وبيسعدنا انه نكون من جمهورك. شكرا كثير. والشعراء شباب يا ترى؟ والشباب شعراء يا ترى؟ طبعا زملائك نحن. بانو مهجع؟ قصدي بانو لون من الوان الشعر؟ نحن من جماعة قصيدة النثر. ما حبيتهم، ما حبيتهم للجماعة. تفو تفو عليهم أبدا يا شباب، ما حبيتهم. أنتوا لازم تنضموا لجماعتي. إيه بننضم، ليش لا، شو عليه، بننضم. طيب شو رأيك بهالمناسبة العظيمة نروح نتغدى سوا؟ ما في مانع، بس على حساب مين؟ ولو معقول سفير مثلك يدفع الحساب. تفضل تفضل سعادة السفير. ما في مانع، لكن طلعوا حتى سوق فيكم. وين بدنا نطلع؟ طلع طلع طلع. ها ها، ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا، ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا. انا برايي انه ديوانك ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا لازم ينطبع. طبعا لازم، لأنه حجب هيك ديوان عن الجمهور أكبر جريمة تعتبر بحق البشرية. طبعاً لا تغتفر، جريمة لا تغتفر. وأنا بعتقد أنه هالديوان رح ينفجر مثل القنبلة بعالم الشعر. بده ينفجر، والشظايا بدها تطاير.
هذا إذا ما رشحوك للجائزة المخصصة لشعر التفعيلة. لازم يرشحوني ويعطوني مرحة وبالتلفزيون يطالعوني. لك صحيح، لأنه مو أحسن منك اللي عم يتبروزوا على التلفزيونات أبداً. شيء أكيد. سعادة السفير اسمح لي، أنا بدي أعرض عليك مشروع مهم كتير. فضل. في دار نشر متحمسة كتير لنشر ديوانك. مو غريب هالشي، كلنا عندهم نفس الحماس اتجاهي. بس هذا صاحب دار النشر يعني هو شخص فوق العادة بحبه لشعر التفعيلة، وهو شخص دفيع كتير. ها مسيك هي 500 ليرة رعبون. بس أنا بدي 2000 عالديوان تبعي. مو مشكلة يا أبو الفوز، بيدفع لك قد ما بدك، هي اسمها ربط كلام بس. وبدي صورتي تنطبع عالديوان. هي ولو أقل منها. وبدي أطبع كتاب نهاية العالم، لازم البشرية تطلع على هيك كتاب. طبعاً، بس هذا مشروع تاني بنحكي فيه بوقته. بس هلأ شو رأيك نروح ننقي لك شي طقم مرتب يليق بسفير مثلك؟ على حساب مين؟ ولو معقولة سفير الشعر والأدب والسياسة والاجتماع يدفع شي من جيبته؟ قوم لقلك قوم. لوين؟ بدنا نروح نشتري لك بالأول شوية لبس، وبعدين نروح لعند صاحب دار النشر على محل الصاغة تبعه، لأنه هنيك عنده محل بيع المجوهرات وهنيك عادة بيلتقى. امشي يلا أبو الفوز. يلا حبيبي. دفعك حبيبي، دفعك. دفعك. حلو كتير، حلو كتير يا سعادة السفير. فعلا سفير. لك يا سلام، ريته ما يبلى، ريته ما يبلى. أدفت ما شاي رايح لحاسب. اي لازم حاسب. تمام جاهزين. شرف وشكرا. شكرا كثير. تفضل 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 سعادة السفير. لك يسلموا ايديك. شايف ما احلاها؟ حلوة. بس خايف تعص على الرجل. لا 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 تخاف. يلا منيحة. اي البس تاني. وقف. ظريفة. شفت؟ أمور معلم. 2000 راح لي. على عيني. يا عيني سنين. وهي 2000 سلمون. الله يسلمك. شرفوا. تفضلوا. شرفتوا حبيبي. شكرا أخي. شرفتوا. لا تنسى أبو الفوزة. لا تنسى شو فهمنا. ما بتحكي ولا كلمة بس بتهز براسك. وإذا سألني شو سؤال؟ ها ها لا تجاوب. طلع هيك عليه من روس مناخيرك ولا تعطيه وش أبدا. خليه يعرف إنه هو عم يتعامل مع سفير الشعر العربي، مو مع مين من كان. وإذا سألني عن الشعر؟ حدا بيسترجي يحكي عن الشعر وحضرتك موجود؟ ماشي الحال. جاهز أبو الفوز؟ لا لسه. لك شو في كمان؟ بدي أجيب المخطوطة. أنو مخطوطة؟ ما حدا لحدا. الجزء الثاني شو أنو مخطوطة؟ شلون بدهم يطبعوا الديوان إذا ما كانت الموجودة مخطوطة؟ المخطوطة موجودة؟ وين هالبطيخة؟ يعني المخطوطة؟ بالبيت مخبية تحت الحاف مشان ما حدا يسرقها، لأنه ما حدا لا حدا مثل ما بتعرف. معك حق تخاف عليها، هاي رح نوصلك على البيت لا تروح تجيبها. يلا حبيبي شاهر. يلا
نحن هلا رح ننزل ونتفق معه بالاول. لا تنسى شوف هالنار، لا تحكي معه ولا كلمه. ها والمخطوطه وين بدي احطها؟ هات من ايدك العنا هون وبعدين بتاخدها. وليش هيك عم تعيط بوشي؟ بطلت اتبع الديوان. طول بالك يا استاذ، طول بالك يا استاذ. يا اخي ما كان قصدي عيط، هو بيحبك خلاص، بس هو متوتر شوي. طيب ماشي الحال، خلصوني لك انا. الله يخلينا اياك يا امير الشعر. تفضل يلا تفضل. مرحبا. اهلا 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 وسهلا. مرحبا. وفيك. اهلا وسهلا. معنا سعادة سفير دورة الخافخين بالسيارة. يا اهلا وسهلا فيكم وفيه. ليش ما نزل؟ هلا بينزل، بس بعتنا اول شيء لعندك لحتى نسألك اذا في عندك طقومة الماس تقيلة خرجت نبيع تهدية ولا لا. يا سيدي موجود، طلبكم موجود عندي. بيحكي عربي ما هيك؟ ايه بيحكي، بس الاتفاق معنا. ما فهمت عليك. يعني بدنا منك 50,000 ليرة عمولة مقطوعة. مو كتير هيك. لا مو كتير، لأنه غيرك بيقبل يعطينا أكتر من هيك بكتير بس يفوت سفير الخافقين لعنده. بعدين سعادة السفير ما بيفاصل، والسعر اللي بتحطه بتاخده، يعني اعتبر هال50,000 مراعاة. كم قطعة بده؟ بده قطعة واحدة بس تقيلة كتير. بس وينك؟ إذا أخذ قطعة تانية بتصير لعمولة 100,000 ليرة. أوكي خليه يتفضل. عن إذنكم. تفضل سعادة السفير، الرجال مصر يهديك عقد الماس قبل ما يطبع لك الديوان، بس انت اعمل حالك مو مهتم. اي طبعا طبعا. تفضل. رح انسى المخطوطة، يجيب لي اياها. اي ولا يهمك. هاتا. تفضل سعادة السفير. اهلا 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 وسهلا، شرفت سعاده السفير. اهلا. تفضل 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 سعاده السفير. تفضل. شرفت هون. شرف. شو طلبكم يا ترى؟ سعاده السفير بده ياخذ عقد الماس هديه لاخته، بس بده اياه ثقيل وغريب. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، طلبكم عندي. يا سيدي في عندي هالعقد، وهذا اتقل شيء موجود عندي بالمحل، وهالموديل هاد مو موجود منه بالسوق ابدا. طيب وشو وضعه؟ هذا عائد الماس بلجيكي برلنت اصلي، حجاره نظيفه كثير ومعه شهاده منشا كمان. والسعر بسيو؟ 2,200,000. بس بدنا شيء اتقل من هيك بكثير. قالوا لي في عندك عائد الماس ايراني، ما بعرف اذا لساته موجود عندك. لا موجود، بس هذا كتير تقيل وكتير غالي. معلش فرجينا يا اذا بتريد. طيب على عيني. تفضل يا سيدي. اوه فعلا جميل. هذا شو سعره؟ 7,500,000. ما في مشكله بيستاهل. هات لشوف. نحن راح نروح نشوف إذا العقد مزور ولا لا، وراح نرجع. والمخطوطة؟ تفضل سعادة السفير. بالنسبة للمخطوطة لا تحملها، بنحكي فيها بعد 10 دقائق. حلو كتير كتير يا سيدي. وهي 100,000 ليرة عبود، بس سعادة السفير بده ياخذ رأي أخته بالأول. ولو هذا حقه، بس وين المدى؟ هون بالبالك عم تساوي شعر عند الكوافير، بس سعادة السفير بده يضل عندك لبين ما نروح ونرجع. بدكم تأخر يا ترى؟ لا 10 دقائق مسافة الطريق، بس بدي اياك تتوصى بسعادة السفير. ها ولو ما بدها توصي. طيب شكرا كثير. الله معك، مع السلامة. نورتوا المحل سعادة السفير. ايه طبعا. شو بتشربوا سعادتكم يا ترى؟ ما في مانع. بارد ولا سخن؟ فاتر.
يبدو سعادتكم دمكم خفيف وبتحبوا المزح. تفضل سيدي. معلش ما في سندويشه؟ تكرم عينكم. هلا بس يجوا الشباب بنوصلكم على سندويشه، بس ان شاء الله ما يتاخروا. هيك بظن، خليها معك، باخذها مع السندويشه. مرحبا، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا ومرحبا. هذا السنسال اخذته من عندك من شهرين، بس امبارح انقطع معي وانا عم حطه برقبتي. ايه بسيطه بسيطه، خليه عندي لبكره مشان الحملك اياه. قديش بكلي؟ بسيطه بسيطه، ما في مشكله. تفضل يا ستي. تفضل يا ستي، هي وصل. شكرا. الله معك، شرفتي. تأخروا الشباب، ما هي احتمال أكيد. يعني الكوافير بعيد من هون يا ترى؟ أغلب الظن أنه مو هون. منو هذا اللي مو هون؟ عروة بن الورد. منو هذا عروة بن الورد؟ الكوافير؟ لا، هذا الحرامي اللي سرق مني القصيدة. أنو قصيدة؟ ليك مكتوبة هون بالديوان. ولك أنو ديوان؟ يلي بدك تطبع لي بعد ما تهديني الهدية. ولك أنو هدية وأنو ديوان؟ عشو عم تحكي أنت؟ لك ديواني ما حدا لحدا، ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا، ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. عفوا سفارة السعيد، سعيد السفارة، سعادة السفير، حضرتكم منو أنتو؟ أنا ابن رشا وحمال الشناتي، حتى اسأل عني رفقاتي. ولك منو أنتو بالضبط؟ مشان الله لا تجنني. أنا الذي نظر الأعمى إلى هبلي وأسمعت خربطاتي من به صمم. العمى؟ شو مجنون أنت؟ لك يا عرب يا ناس، لك يا عرب، لك يا عرب يا هو، لك انا صوت، لك خرب بيتي، اتصلوا بالشرطه، لك سرقت 7 ملايين ونص، اتصلوا بالمخابرات، لك اتصلوا بالجنائيه، لك دخيلكم يا عرب، لك سرقوني، لك خرب بيتي، لك دخيلكم يا عرب، يا عرب انا صوت. ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا، ما حدا لحدا يا روحي، ما حدا لحدا.